النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض توفي بطريقه جميله جدا بطعم احلى من الجاهز وبطريقه سهله. خليكم معايا عشان تشوفوا الفيديو للاخر. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناه ديك البرابر. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض توفي بطريقه سهله جدا ومكونات اقتصاديه. المقادير اللي معايا هناخد المقادير كلها بنفس الكوبايه. معايا كوبايتين شوكولاته بيضه مبشوره وكوبايه سكر نص كوبايه ميه. اول حاجه هحط كوبايه السكر على النار عشان تتكرمل. بسم الله. حطيت الطاسه بتاعتي على النار، هحط كوبايه السكر واسيبها تتكرمل من غير ما اقلبها. لازم ما نقلبش السكر عشان ما يتكتلش ويكلكع، بعد كده مش هيدوب خالص. اما احب اقلب السكر وهو بيسيح عشان يبقى كراميل، هقلبه بالطاسه كده، مش هقلبه بمعلقه، هسيبه على نار هاديه لحد ما يتكرمل ويديني اللون الذهبي، وبعدين هقول لكم هعمل ايه. السكر بتاعي بيدوب زي ما انتم شايفين، انا بقلبه بالطاسه عشان ما يكلكعش مني، عشان لو كلكع السكر هياخد وقت كتير قوي وهيتعبني عشان يدوب. هسيبه لحد ما يسيح خالص وبعدين هقول لكم هعمل ايه. السكر بتاعي داب وبقى كراميل زي ما انتم شايفين، هنزل عليه بنص كوبايه ميه. طبعا الكراميل بتاعي هيكتل، بس هقلب فيه لحد ما يدوب. هفضل اقلب فيه كده لحد ما يدوب، عشان انا حطيت الميه هنا بارده. ممكن تحطوها ميه سخنه هيدوب بسرعه. خلاص يا حبايبي الكراميل بتاعي فك زي ما انتم شايفين، هنزل عليه بالشوكولاته البيضه كوبايتين مبشورين واقلب. هقلب كويس لحد ما الشوكولاته بتاعتي تسيح. الشوكولاته بتاعتي ساحت زي ما انتم شايفين. محضره قالب وحاطه فيه ورق ستريتش او ورق زبده. هنزل بالطوفي بتاعي كده على طول وهو سخن في القالب. اهو يا حبايبي الطوفي بتاعي بعد ما دخلته التلاجة وسبته يبرد شوية هقطعه. لو عايزين تزودوا الكمية هتضعفوا المقادير. بسم الله. هتقطعوها بقى بالحجم اللي يريحكم، عايزينها كبيرة او صغيرة براحتكم. اهو الطوفي بتاعي يا حبايبي، بصوا بعد ما قطعته بصوا جميل ازاي. ممكن احطه في سلوفان اهو، بصوا كأنه جاهز. هتقطعه التقطيع اللي تريحكم، كبير صغير، وتلفوه كده وتحتفظوا بيه في التلاجة. وبقى عندنا احلى توفي بحاجات بسيطة جدا، عملناه بكوباية سكر وكوبايتين شوكولاتة مبشورة. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف.
اهو بصوا، لو عايزين تسيبوه كده عادي براحتكم، انا بس بوريكم يعني افكار لتقديمه. اهو زي ما انتم شايفين كده. لو عجبتكم طريقة عمل التوفي بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.